أعزائي مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قنوات أون تايم سبورت في كل مكان، حلقة جديدة مع حضراتكم من أخبار أون تايم، هنجيب لكم فيها كل الكواليس والتفاصيل وأكيد التفاصيل الخاصة بفرحة المصريين وجماهير النادي الأهلي تحديدا بفوز النادي الأهلي بالأمس يمكن في مستهل مشواره في مونديال الأندية. بالتأكيد لحظة بلحظة هنقول لكم كل التصريحات كل التعليقات عن هذه المباراة اللي أكيد كل المصريين النبلاء اللي تحلوا بصفات الجينات المصرية كده وبأزروا النادي الأهلي سواء بقى منهم زملكاوي أهلاوي أي من كان بقى هو متابعته إيه، كل كان امبارح بيشاهد البطل المصري اللي كان متواجد في المونديال والعرس العالمي وهو بيقدم مباراة ولا أروع من كده. بالتأكيد كانت فرحة لكل المصريين وتحديداً لاعبي النادي الاهلي وايضا اشقائنا في المغرب الشقيق اللي كانوا مساندين وهنتكلم عنهم بالتاكيد في حلقتنا النهارده، كواليس واخبار سواء منها المحليه كمان والعالميه، ده كله تحت شعار زي ما شعوب العالم بتختلف في لغتها في تقاليدها وعاداتها ولكن حاجه واحده بتجمعهم الا وهي الرياضه. خلينا كده زي ما احنا متعودين مع حضراتكم نستعرض في بدايه حلقتنا اهم وابرز عنوين الحلقه. المارد الأحمر الأهلي بيعد رقم برشلونة التاريخي في مونديال الأندية. الزمالك بيخاطب الاتحاد الأفريقي لإعادة مباراة بولوسداد إلى استاد القاهرة. التقارير الطبية لإصابة النني تحسم مصيره من معسكر المنتخب في مارس. ألف سلامة لنجمنا محمد النني. الأهلي يواجه الزمالك في قمة الكرة الطائرة الليلة. وعالميا برشلونة بينتظر رد الفيفا بعد تأخير تسجيل لاعبه الجديد. من العناوين خلينا نروح لتفاصيل الأخبار والبداية مع أخبارنا المحلية. اهلا بكم. بالتاكيد بالامس كلنا تابعنا المباراه اللي كل المصريين شافوها بانه سفير مصر كان في مونديال الانديه النادي الاهلي بيقدم مباراه كانت اداء ونتيجه كانت على قد يمكن ما افرحت المصريين كمان والاهلاويه تحديدا على ما قد كمان قدر ان هو يتخطى بيها الدور التمهيدي. كلنا تابعنا شفنا الاهداف واسلوب اللعب المختلف اللي يمكن النادي الاهلي ظهر بيه في هذه المباراه امام اوكلاند. نجح كمان النادي الاهلي في تحقيق رقم تاريخي في بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد انتصاره بالأمس في مستهل مشاركاته في النسخة الحالية من مونديال الأندية بالمغرب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد. طبعا الثلاثية كانت لي حسين الشحات محمد شريف بيرسي تاو ويعني عايز أقول لكم سلفونية كانت جميلة أداء وأهداف كمان كانت ممتعة يعني مش بس النتيجة احنا عدينا بها الدور التمهيدي لا ده كمان أداء كان مرضي جدا لكل متابعين المباراة بالأمس. يمكن الرقم التاريخي اللي انا بتكلم عنه اللي الاهلي نجح فيه تحقيقه هو فوزه السابع ببطوله كاس العالم للانديه ليعادل بذلك طبعا نادي برشلونه كثاني اكثر الفرق تحقيقا للانتصارات في بطوله كاس العالم للانديه بعد ريال مدريد صاحب العشر انتصارات. يعني الاهلي بيعادل برشلونه يعني رقم اكيد في فخر لكل الاهلاويه وكمان مشاركاته في المره الثامنه لكاس العالم للانديه حاجه بتحسب اكيد النادي الاهلي وادارته
وللاعبيه ان هم يبقوا متواجدين، ومش متواجدين زي ما احنا بنقول كده تمثيل مشرف، لا بيأدوا اداء هو الافضل للنادي الاهلي في هذه النسخه بالتاكيد. وزي ما قال كولر في تصريحاته السابقه قبل انطلاق هذه المباراه وقبل انطلاق البطوله، نتمنى الوصول الى ابعد نقطه في هذه البطوله. كمان زي ما انا بتكلم على كولر، اشاد كمان كولر المدير الفني للنادي الاهلي بالجماهير الحمراء بعد دعمها لمبارياته في امام اوكلاند سيتي النيوزيلندي، وعقب وقال كمان كان التنظيم رائع والاستقبال كان كبير جدا، عرفت عظمة الجمهور النادي الأهلي وشكرتهم على دعمهم للفريق، وأسم من طبعا قسوة السفر لدعمنا، نحن سعداء لتشجيعكم ليهم بالتأكيد. ما هتكلم على الشق الآخر، هو طبيعي لكن ممكن يكون بيغيب لأسباب يمكن ما بنشوفهاش غير في مناسبات زي كده، شق الأخاء ما بين الأشقاء في المغرب، ومع دعمهم للنادي الأهلي يمكن بطولة بيحتضنها الأراضي المغربية في نسخة استثنائية زي ما احنا بنقول، ولكن الجماهير وتواجدها ودعمها للنادي الأهلي ما كانش استثنائي، هو ده الطبيعي ما بين الأشقاء في مصر والمغرب العربي وكل الدول العربية. اي حد بيبقى متواجد بيمثل فريق عربي في على ارض عربيه هتلاقي الدوله المستضيفه واقفه بشكل كبير جدا داعم لهذا الفريق زي ما شفنا بالامس. انا بصراحه هي اللقطه، هي الحكايه، هي الحدوته، هي كل حاجه، الجماهير المغربيه اللي كانت غفيره ومتواجده في ملعب ابن بطوطه بطنجة اللي كانت مسانده للنادي الاهلي واللي فرقت في الحاله المعنويه للاعبي النادي الاهلي واللي فرقت بصيحاتها مع كل هجمه ومع كل كوره حلوه بيلعبها النادي الاهلي مع لاعبي النادي الاهلي نفسهم، اللي كل تصريحاتهم بتؤكد ان كان في دور كبير جدا من الجماهير سواء اللي سافروا من هنا وتحديدا الاغلبيه اللي كانت طبعا للجماهير المغربيه اللي مقدم لها كل الشكر والتحيه على الدور الطبيعي زي ما احنا بنقول ما بين الاشقاء العرب سواء في المغرب الشقيق مع فريق النادي الاهلي بالامس. نكمل بقى تبعيات هذا الماتش والتعليقات الخاصه بيه كابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي عقب الفوز على فريق اوكلاند سيتي بالامس بثلاثيه، وقال نسير في المونديال خطوة بخطوة من أجل تحقيق حلم جماهير النادي الأهلي، وأوجه للجماهير المغربية الشكر على اللي حرصت على دعم النادي الأهلي أمام أوكلاند سيتي منذ بداية اللقاء حتى نهايته، وأضاف كمان الاستعدادات لمباراة سياتل الأمريكي في دور ربع النهائي بدأ عقب نهاية مباراة أوكلاند سيتي مباشرة، كمان هناك مران للاعبين اللي لم يشاركوا في المباراة، وأتم سامي قمصان تصريحاته بأن هناك استشفاء للاعبين اللي شاركوا أمام أوكلاند سيتي اليوم بالأمس بالإضافة إلى مران للاعبين اللي غابوا عن اللقاء. نقطة ممكن كنت اتكلمت فيها لما كانت التصريحات طالعة من الجهاز الفني، أنا بشوف مباراة مباراة يعني ماشي ستيب باي ستيب خطوة تلو الأخرى، كان في ناس بتقول إيه ده إحنا ممكن نقلب لريال مدريد وهيبقى مشوارنا ريال مدريد، لكن أنا كان عاجبني الواقعية في التفكير، أنا بلعب المباراة دي عشان أقدر أكسب وأعبر المباراة القادمة عشان أطلع للدور من التمهيدي ثم قابل سياتل الأمريكي. دي نقطة مهمة أن أنا أركز في مباراة مباراة عشان اللعيبة ما تشتتش تفكيرها في لقاء ممكن يكون هو المرتقب إن شاء الله مع ريال مدريد، وطبعا بيبقى لقاءات خاصة جدا، بيبقى أنت بتلعب مع من أكبر الفرق الأوروبية أبطال أوروبا زي ريال مدريد، ده شيء بيبقى للاعبين نفسهم ليه رهبة، فتخيل لما أنا أفكر فيه قبلها كمان وأنا داخل على ماتشات أخرى فبيبقى ضغط نفسي. التفكير اللي بيتكلم بيه كابتن سامي قمصان في التصريح ده مهم جدا، إنه يكون مش بس طالع من الجهاز لا كمان نصب أعين اللاعبين عشان يقدروا يركزوا في كل مباراة تلو الأخرى. والدليل على كده احنا بنتكلم على اللاعبين، مروان عطيه نفسه لاعب النادي الاهلي بيتحدث عن مشاركته في كاس العالم للانديه، هو ده اللاعب اللي عارف بيبقى عنده حظوظ كبيره جدا، بيبقى لسه منتقل لنادي كبير ويروح يلعب معاه كمان لبطوله كاس عالم، فده في حد ذاته بيبقى بالنسبه له دفعه في مشواره مع اللاعبين. اعرب عن سعادته بالنتيجه طبعا وقال يعني الفوز ده بيهدي للجماهير طبعا النادي الاهلي والجماهير المصريه بالتاكيد اللي بتقف خلفه دائما، ولان المباراه كانت صعبه ولكننا استطعنا ان هم يخطفوا التاهل في هذه المباراه اللي كان هامه جدا. معايا واحد من النجوم اللي كانوا لهم بصمات قويه جدا في اجهزه الفنيه للنادي الاهلي في مشاركاته في كاس العالم، لو هنتكلم بقى من اول 2005 2006 2008 وما هو بقى يذكرني لو كان في كمان في 12 ولا لا، ولكن كان ليه بالتاكيد مشاركات كنجم في فريق النادي الاهلي سابقا وايضا في الجهاز الفني كمدرب حراس مرمى وشاعر جميل ودايما بنسعد بوجوده معانا وبارائه الهاديه اللطيفه الجميله.
كابتن احمد ناجي اللي بسعد بوجوده معايا. اهلا بيك كابتن احمد. فتح الله ازيك، وطبعا من خلال برنامج بتبارك النادي الاهلي وجماهيره على العرض الطيب جدا واحترام المنافس والشكل التكتيكي للنادي الاهلي ادى بيه المباراه، وطبعا ما استعجلش الفوز لحد ما جه يعني في اخر دقائق الشوط الاول، والشوط الثاني بقى ملحمه فنيه رائعه فيها كل فنون كره القدم، ودي حاجه تسعدنا كاهلاويه وكمصريين. اكيد اتفق مع حضرتك، بس قبل البدايه كده ذكرني عشان انا عارف التاريخ معايا شويه ممكن يكون واقع من احنا كده. لا لا انت قلت التاريخ صح جدا، ثلاث بطولات صح؟ ثلاث بطولات، وشاركت في التصفيات الرابعه لكن مشيت على ايران قبل. قول لي كده يا كابتن، الاهلي دايما وابدا لما بيخش البطوله الكبيره دي محليا ممكن تشوف الاداء يقول لك لا الاهلي هيروح ممكن يعني منافسه قويه عليه، لكن الاهلي دايما وابدا بيروح بطوله كاس العالم بيبقى فيه مفاجآت ونتيجه واداء اللي هو الممتع اللي انت كده واحد كوير زي ما احنا بنقول كده بتفرج مستمتع، مش بس ان هو نتيجه كسب، لا ده مستمتع بالاداء اللي بيحصل وجيم مفتوح واللعيبه كده بتعبر عن نفسها زي ما احنا بنقول في الفاترينا الكبيره جدا الا وهي كاس العالم للانديه. هو الاحساس بان انت بتلعب في ايفنت كبير وبطوله عالميه ده لوحده بيرفع النرف عند اللعيبه حتى بدون اعداد نفسي ولا ذهني ولا اي حد. هم اللعيبه اساسا بتبقى مستشعره ان العالم كله بيتفرج عليك في بطوله عالميه، فكل واحد بيحاول يقدم يعني الماكسيمم بتاعه. في زائد بقى طبعا لما يكون مدرب كويس، منظم الفرقه كويس، مختار السكواد بتاع اللاين اب بتاع التشكيل كويس، وده حاصل بنسبه كبيره جدا في النادي الاهلي. مدرب كبير وطبعا جهاز فني كله كبير، واداره على اعلى مستوى طبعا كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره في ظهر الفرقه. صحيح. احنا كنا طبعا باستعداداتنا لكاس العالم للانديه بتبقى يعني بتحدد طموح كل فرد من افراد البعثه. كل الناس الاداريين الجهاز الطبي كل الناس بتبقى عارفه ان هي رايحه في يعني معترك او محتفل او يعني حاجه يعني كانت بتبقى حاجه مش طبيعيه. هو كاس عالم كانه كاس عالم دول لكنه هو بيبقى كاس عالم للانديه، فطبعا بتبقى كل الاجواء اللي حواليك محسسك ان انت محترف حقيقي. هل اسلوب اللعب هو برضه له عامل يعني بشوف طبعا انت بتيجي هنا تلعب في المسابقه المحليه بيبقى كل اللعيبه في الفرق كلها نوع التقفيل نوع الاحتياطات الدفاعيه الجامده جدا، هل لا عشان بيبقى هناك بيبقى في جيم مفتوح وبيعتمد بقى على مهارات الفرديه مع الجماعيه وفي نفس الوقت الحاله البدنيه اللي بيبقى عليها الفريق؟ انا عاجبني النادي الاهلي حتى في البطوله المحليه. حتى في البطوله المحليه المدرب بيلعب بخطط وتكتيك مناسب جدا للمنافسين، يعني انا ما شفتش النادي الاهلي بيلعب تحت الكوره ال 11 لعيب في بعض المباريات، وده مناسب جدا في زي مباراه بيراميدز زي مباراه الزمالك. النادي الاهلي كان بيلعب بتكتيك مختلف خالص عن صحيح. اللي بيلعب بيه صحيح. وكل الناس بتأدي واجبات مراكزها بوعي شديد جدا وباحترام جدا للمنافس، وده اللي خلقه اعتقد ان المدرب ده عنده مخزون خبرات كبير جدا، وبيقدر كمان عمل حاله في الفريق انه ما فيش حد اساسي ولا حد احتياطي ولا يعني حتى والدليل على كده ان هو عنده غيابات مؤثره زي اكرم توفيق وكريم فؤاد، وبرده لقينا رامي ربيعه في احسن صحيح. حالاته لما رجع، ولقينا كل الناس البعيده لما بترجع، وده شطاره جدا من المعد البدني مترس على طول بيركب وبينسجم ما بقاش محتاج وقت خالص. صحيح. وكل واحد مش حاسس ان هو الاساسي، يعني كل واحد حاسس ان هو كل الناس اللي اي حد هيلعب، وده انا بصراحه يعني سعيد جدا بالمدرب انه خلق الحاله دي في النادي الاهلي حقيقي. الشناوي اكيد لازم اتكلم عنه في تواجد حضرتك، الشناوي احد ابنائك، الشناوي يمكن الشناوي كنت في كاس العالم خليته في اول مباراه ياخد مان اوف ذا ماتش، وتذكر جدا اداؤه الطيب جدا في 2018 في روسيا. الشناوي من كاس العالم هو الحارس الاول في مصر. طبعا انا بلوم بعض الناس في لما يبقى في بعض الاخفاقات البسيطه، وده شيء عادي جدا وارد. قعد تعتها حراس المرمى في العالم يمكن الاسبوعين اللي فاتوا بالتحديد
في البطولات الاوروبيه اللي الدوري الانجليزي والفرنسي والالماني والايطالي كلهم كان عندهم اخطاء اسمها سيلي ميستيك او اخطاء يعني طفوليه يعني عادي جدا. دخية واليسون كلهم كان عندهم اخطاء عادي جدا، لكن الناس ما بتحاسبهمش لانهم عارفين امكانياتهم وقيمتهم وده طبيعي جدا. لكن الشناوي انا دايما اقول الحارس الكبير اللي هو بيخطا اخطاء مختلفه في فترات متباعده، يعني يخطا خطا وبعد شهرين ثلاثه يخطا خطا ثاني، وده اللي حصل مع الشناوي. والاهم في ثقافه الحارس الكبير يا كابتن وحضرتك اكيد استاذنا في ده، اللي هو ازاي يطلع من ده بسرعه وان يعالج ده بسرعه. الحارس الكبير كمان اللي هو ما بتاثرش عليه اخطاء، يعني ما يتاثرش بالاخطاء، وزي ما شفنا الشناوي بيبقى عنده خطا ولا حاجه ثاني مباراه هو نجم المباراه او مان اوف ذا ماتش عادي جدا، لانه عنده ثقافه ان 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 الخطا وارد وفي كل المراكز ومركز حارس المرمى. اتذكر في نهايه الموسم الماضي حين تم اراحته كان هناك بقى ازاي نفكر في بديل وازاي نقدر نشوف حد تاني، لكن الشناوي بيفاجئ الناس في بدايه الموسم ده بيرجع تاني. لا ما عندوش مشكله خالص فتح الله في حراسه المرمى. انا بتكلم في التحليل بشكل عام للمتابعين، ما انا بتكلمش عن النادي الاهلي نفسه. احنا لما بنيجي نحلل اداء حراس المرمى بناخدها باكج، مش بناخدها ماتش يعني. صح، يعني مش قطعه. ده على مدار الموسم طبعا، على مدار الموسم. صحيح. انت شايف الاهلي بقى المطلوب منه ايه في المرحله القادمه؟ يمكن الاول هسالك عن النظام اللي اختلف في البطوله، احنا كنا على طول بنخش نلعب مباراه نبقى في قبل النهائي، دلوقتي انت دخلت دور تمهيدي لسه عندك سياتل الامريكي وبعد كده تخش بقى على اختلفها في صالح النادي الاهلي انه يخش، انت عارف الفرق المصريه والمنتخبات المصريه بتحب تخش البطولات المجمعه مباراه تلو الاخرى بتعلى، ولا لا احنا المجهود النظريه الثانيه تقول ممكن يستنزف الباور؟ انا شايف ان هو ظلم للقاره الافريقيه والاسيويه. تمام. لانه طبعا فيها عنصريه شويه بالنسبه للفرق الاوروبيه، يعني بيدخلوهم على نص النهائي على طول. طب ليه يعني؟ اذا كان المغرب كسرت الدنيا في كاس العالم ووصلت رابع عالم، لا لازم يكون ليه مردود في الفيفا، في التنظيم، في صحيح. البطولات اللي زي دي، لانه ما بقاش في افريقيا فيها فرق واسيا فيها فرق. شفنا اليابان، شفنا استراليا، شفنا المغرب، شفنا تونس، تونس بتكسب فرنسا والسعوديه بتكسب الارجنتين بطله العالم. يعني صحيح. لازم ده يتحط في الحسبان ولازم ده يكون وكم من اللعيبه الافارقه محترفه في انديه اوروبيه. طبعا انا بيسعدني كلام جدا صامويل ايتو ودروجبا لما بيتكلموا في بيوجهوا كلامهم للفيفا انه انتوا اوروبا لكن هات كل فرقه من فرق اوروبا هتلاقي فيها خمس ست لعيبه من اصول افريقيه. منتخب فرنسا نفسه فيه حوالي 14 لعيب من اصول افريقيه، جزائريه وكاميرونيه وكونغو. اتفق. لا فيعني لازم الحسابات تعاد في المساله انه يبقى في من الادوار التمهيديه ويبقى في عنصريه ان في دور يخش يلعب من قبل النهائي مباشره خاصه بطل اوروبا. لكن هيفرق مع النادي الاهلي لو احنا ده جانب التنظيم، احنا بنتكلم عن الجانب الفني، هيفرق في ان اللعيبه تخش في مود المباريات ويبقى يعني بشكل او باخر الفورمه تعلى معاهم، ولا لا بيأثر بدنيا عليهم ويجي يوصل لريال مدريد؟ زي ما قلت لك النادي الاهلي حقيقي عاجبني جدا 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 في احترام المنافس. وده يعني كان يعني هو بدا المباراه الاولانيه الشوط الاولاني لحد الدقيقه 45 يمكن كان المباراه ايكوال وفي يعني هجمه هنا وهجمه هنا، لكن النادي الاهلي كان حريص جدا انه يتعامل مع المباراه بموضوعيه شديده. صحيح. جدا صحيح. وقدر ياخد اللي هو عايزه. الشوط الثاني طبعا بان الفوارق البدنيه بقى وفوارق التكتيك وفوارق الامكانيات الفرديه بتاعت اللعيبه، وادوا اداء رائع وهو ده اللي اداهم. قبل ما اختم معاك حابب اسمع منك توجه رساله للجماهير المغربيه اللي كانت مسانده بشكل كبير جدا بالامس للنادي الاهلي. هم الاصدقاء الاعزاء الاشقاء يعني اللي كل حاجه، وده الطبيعي. انا عايز اقول لك ان عندنا اصدقاء في المغرب بحس ان هم اهلاويه اكتر مننا يعني، ونجوم كبار يعني. صحيح. مثلا عزيز بودربالا من الناس الاصدقاء اللي يعني دايما بينا تواصل، وبحس انه بيشجع النادي الاهلي زي الوداد وزي الرجاء وزي يعني
كلهم متحمسين جدا لفريق النادي الاهلي، والحمد لله انه القرعه جنبت النادي الاهلي انه يكون في مجموعه فيها فرقه مغربيه الا في الادوار النهائيه لو ربنا كرمهم. طبعا انا حاسس ان ماتشهم هيبقى مش سهل مع الهلال، الهلال فرقه كبيره وعندهم ناس محترفين كتير، فاتمنى لهم التوفيق، واتمنى طبعا للهلال التوفيق للفرقتين اشقاء واعزاء يعني. لكن انا بقول لك ان المغاربه يعشقوا مصر ويعشقوا النادي الاهلي يعني. ده الطبيعي ان احنا يكون دي العلاقه ما بين الشعوب واشقاء دايما وابدا، الغير كده هو اللي ده مش طبيعي. كابتن احمد كنت وحشني جدا وسعدت بوجودك معايا في هذه المداخله. الله يخليك، سبحان الله، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. دي كانت مكالمه مهمه جدا وتطرقنا فيها للجانب الفني، وفي النهايه تطرقنا فيها ايضا للمسانده المغربيه لاشقاء المغرب النادي الاهلي. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع ونستكمل ما تبقى من اخبار مع حضراتكم في برنامجكم اخبار اون تايم. اتمنى ان تبقوا معنا. بجد الترحاب بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي ان جه معادنا مع اخبار القلعه البيضاء نادي الزمالك. استقر مجلس اداره نادي الزمالك على ارسال خطاب رسمي الى الاتحاد الافريقي وهيئه استاد القاهره لاعاده مباراه الفريق امام شباب بلوزداد الجزائري الى استاد القاهره. ويرى مسؤول الزمالك ان اقامه المباراه على استاد القاهره افضل للفريق من ملعب برج العرب، خاصه ان الفريق يلعب عليه مباراته الاخيره الى جانب ارضيه الملعب المميزه. كما استقر الجهاز الفني للفريق الاول لنادي الزمالك على بديل امام عاشور لاعب الفريق الذي رحل بشكل رسمي للاحتراف الخارجي في الدوري الدنماركي بدايه من فتره الانتقالات الحاليه. الجهاز كمان الفني نادي الزمالك اتجه لتجهيز اللاعب سيف جعفر للمشاركه خلال المرحله المقبله من اجل تعويض مركز امام عاشور في الملعب، خاصه انه يعد اللاعب الوحيد القادر على شغل هذا المركز. جت رغبه الجهاز الفني في الاعتماد على سيف جعفر خاصه انه شارك مع الفريق في بدايه الموسم وظهر كمان بشكل جيد وابتعد عن القوام الاساسي للفريق. كمان اسامه نبيه مدير فني نادي الزمالك عقد جلسه مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجمعيه بالامس على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر القلعه البيضاء استعدادا لمواجهه فاركو المقبله في مسابقه الدوري الممتاز المصري. شهد اسامه نبيه باللاعبين خلال مباراه فيوتشر الاخيره في الدوري واللي فاز فيها طبعا الابيض بهدفين مقابل هدف، وأثنى على أداء اللاعبين والتزامهم بالتعليمات المطلوبة وقدرتهم على حسم اللقاء وحصد 3 نقاط. كمان طالب المدير الفني من اللاعبين بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل الاستمرار على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة. وحرص كمان أسامة نبيه خلال الجلسة على شرح العديد من النقاط الفنية وبعض الأمور والحالات اللي حدثت في مباراة فيوتشر الأخيرة. طلب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقياده البرتغالي فيتوريا من نادي ارسنال التقارير الطبيه والتشخيص الخاص باصابه محمد النني نجمنا الجميل اللي نتمنى له كل الشفاء العاجل لتحديد مدى امكانياته، فاكيد ما بيبقاش ليها نصيب انها تستكمل في مسيرتها. لكن محمد النني عدى مراحل كتير جدا كانت صعبه في احترافه، وبعدها قدر ان هو يعود مره ثانيه للدوري الانجليزي ويثبت نفسه مع الارسنال. كل امنياتنا مش فاقي بالتاكيد لنجمنا محمد النني. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مره ثانيه نستكمل ما تبقى من اخبار. اتمنى ان تبقوا معنا. أوروبا لكرة اليد رجال. نجوم لعبة كرة اليد في العالم يشعلون المنافسة في الملاعب الأوروبية. 16 فريق في مهمة جديدة من أجل حصد اللقب الأوروبي رقم 64. المتعة والإثارة مع مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد رجال فقط على قنوات On Time Sports. مجموعة
مجموعة من أقوى البرامج والتغطيات على مدار اليوم مع ألمع نجوم الكرة والرياضة المصرية على 93.7 On Sport FM. تابعونا على فيسبوك، إنستغرام، تويتر، تيك توك ويوتيوب، واسمعونا من أي حتة في مصر والعالم على www.onsportfm.com. صوت الرياضة في مصر. أمي هي أكتر حد بيدعمني دلوقتي وبتتعب قوي عشاني. كان لازم يرجع يلعب. قلت له بابا لو كان موجود كان هيحب يشوفك في الملعب تاني. أصحاب قبل ما أكون أم لي يعني. اللي ما شفتهوش النهاردة هتشوفه بكرة، واللي ما حققتهوش النهاردة هتحققه بكرة. الفرصة لسه قدامك. جدتي هي أقرب حد ليا وأكتر حد بيشجعني وعشان كده بحبها. أنا وعدت جدتي لما أبقى حارس مرمى كبير إن أطلع جدتي عمر. نفسي أبقى حاجة كبيرة أوي عشان أرد لأمي حاجة من اللي عملتها معايا. ماما هي صاحبتي والمدرب بتاعي. بتمنى لأحمد إن أنا أشوفه أحسن لاعب في العالم. أنا نفسي أبقى لعيب كبير جدا وفرح ماما بيا. إن شاء الله بإذن الله لو معز ابن خالد كباتينو مصر أنا هبقى أسعد واحدة في الدنيا. كابيتانو مصر الخميس والجمعة 11 مساء على On Time Sports. قال لك اللاعب رقم 12 دول هم اللاعب رقم 1 هتشوفهم هتعرفهم، هم اللي ما بيدوروش على كرسي، ما بيخافوش من الشمس. قبل ماتش بساعة زي قبل ماتش بيوم يصحي فرقته لو نامت، يلعب أي فرقة تلعب قدامه، بيشجع ما بيسكتش ما بيتعبش، يقدر يعمل الفرق. مفيش ماتش يقدر يفوته، صوته بيهز الملعب. أهم حاجة عنده 90 دقيقة، حبه لفرقته هو بس اللي بيحركه. جمهور التالتة غدا الساعة 11 مساء على On Time Sports 2. للإعلان على قنوات On Time Sports هنبدا اخبارنا العالميه من نادي برشلونه اللي بينتظر مسؤول نادي برشلونه اليوم قرار الفصل من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا لتحديد مصير صفقتهم الجديده المكسيكي جوليان اراخو اللي نجح اداره برشلونه في ضمه المدافع المكسيكي جوليان اراخو من لوس انجلوس جالاكسي في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الشتويه. مساعي برشلونة فشلت في نفس اليوم في ضم المغربي سفيان مرابط نجم فورنتينا الايطالي. من المفترض طبعا ان يسجل برشلونه لاعبه الجديد البالغ من العمر 21 عام في قائمه الفريق الرديف مع امكانيه استعانه طبعا تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الاول بخدماته في الفريق بالفريق الاول. لكن تسجيل جوليان سيتوقف على رد الفيفا على برشلونه عن مدى قانونيه تسجيله من عدمه. لان برشلونه سجل بعد دلوقتي نروح لجوله سريعه للصحف العالميه.
البدايه هتبقى مع صحيفه ماركا اللي ركزت على مباراه ريال مدريد وفالنسيا والظهور رقم 200 لفينيسيوس جونيور برفقه ريال مدريد، وكتبت 200 مباراه لفينيسيوس. الصحيفه كمان اهتمت بفوز برشلونه على ريال بيتيس بهدفين لا شيء في الدوري الاسباني، كتبت برشلونه لا يخطئ. كمان اهتمت بتقديم اتلتيكو مدريد لاعبه الجديد مات جوهاتري. لسه مع الصحف الاسبانيه وصحيفه سبورتس اللي اتكلمت عن سوق الانتقالات برشلونه، وكتبت خوان لابورتا ملك سوق الانتقالات. وكمان اهتمت بمباراه ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني، وكتبت ريال مدريد مجروح وغاضب. نروح لصحيفه موندو ديبورتيفو اللي ركزت على فوز برشلونه بهدفين لهدف على ريال بيتيس في الدوري الاسباني، وكتبت ضربه المتصدر. واهتمت كمان بسوق الانتقالات وتشيلسي، وكتبت تشيلسي يكسر الحدود. ومن اسبانيا نروح لانجلترا وصحيفه ذا صن الانجليزيه اللي ركزت على فشل صفقه انتقال المغربي حكيم زياشي الى تشيلسي لباريس، ومن من تشيلسي لباريس سان جيرمان، وكتبت اتهام تشيلسي بتدمير مسيره حكيم زياش بسبب الانهيار المغزي لانتقال معارا الى باريس سان جيرمان. الصحيفه كمان اهتمت بتاهل مانشستر يونايتد لنهائي كاس رابطه المحترفين بعدما فاز على توتنهام فورست بهدفين للا شيء. خلينا نروح للصحف الفرنسيه وصحيفه ليكيب اللي اتكلمت عن فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه بثلاثه اهداف لهدف واصابه امبابي وراموس، واهتمت كمان بفوز اولمبيك مارسيليا على نانت بهدفين للا شيء في الدوري الفرنسي. بكده تكون خلصت اخبارنا العالميه، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نستكمل سوا ما تبقى من اخبار. اتمنى ان تبقوا معنا. برحب مشاهدينا من جديد، خلينا دلوقتي نروح لاخبارنا الخاصه بالالعاب الاخرى. يلتقي اليوم في دوري الكرة الطائرة رجال النادي الأهلي مع نظيره فريق نادي الزمالك في مواجهة قوية تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري العام للكرة الطائرة المذاع على قنوات أون تايم سبورت تقدروا تتابعوه طبعا. وبيحتل النادي الأهلي صدارة جدول الترتيب حتى الآن برصيد 15 نقطة، والزمالك في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، طلاع الجيش في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وسموحة في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، والآخر في المركز الخامس الاتحاد السكندري برصيد 6 نقاط. يمكن من الآن دلوقتي قدام حضراتكم لقطات من مباراة النادي طلائع الجيش والاتحاد المتواجدة والمذاعة حاليا على اون تايم سبورتس 1، تقدروا تتابعوها وتشاهدوها في على شاشتكم اون تايم سبورتس. كده خلصت اخبارنا الخاصه بالالعاب الاخرى، خلينا نروح لفقرتنا فقره وان شوت. زي ما احنا متعودين معاكم في فقرتنا وان شوت بنسلط الضوء على الاحداث الرياضيه الايجابيه وبنتكلم عنها بشكل بنكون فيه امتنان. حال النهارده يعني بشكر زمايلي في الاعداد، فكرنا وشفنا ايه اللي كان ايجابي. يمكن اكثر ايجابيه كان بالامس هو الجمهور المغربي الشقيق، ظهرت بالامس في مشهد عربي مشرف لمساندتها النادي الاهلي بطل مصر في مونديال الانديه، مباراه قدام اوكلاند طبعا سيتي في مستهل المشوار. اللقطه دي يا جماعه كتير بيحاربوها، مش عايز اقول لك بس لا، يعني هي دي الطبيعي اللي المفروض تكون ما بين الاشقاء ما بين مصر والمغرب، هي دي الصوره الطبيعيه اللي المفروض نشوفها. مشهد رائع كان جميل جدا ويستحق الشكر والتقدير للجمهور العربي شقيق، مش جديد عليهم ولا على المغرب كلها. لفت الانظار طبعا كل كمان تصريحات لاعبي اوكلاند سيتي ومدربهم بان جماهير المغرب كانت بتشجع النادي الاهلي، وده بيدل قد ايه الموقف كان فعلا مؤثر فيهم وكان ملحوظ وليه مردود بشكل كبير جدا، زي ما كان على اوكلاند سيتي كان ليه مردود ايجابي جدا
على لاعبي النادي الاهلي في المباراه وقد ايه كان سبب من اسباب النتيجه الايجابيه دي والحماس اللي شفناه ومع اهات كله كوره حلوه زي ما قلت في بدايه الحلقه. شكرا للمغرب الشقيق والجمهور المغربي الشقيق بالتوفيق لكل الفرق العربيه في مونديال الانديه بتقدم اداء مشرف ان شاء الله يكون يليق باسم الكره العربيه. مره تانية الطبيعي ان احنا نكون في حاله الاشقاء مع الاشقاء العرب بهذه الشكل ونكون متواجدين وداعمين بعضنا البعض. اللي مش طبيعي ان احنا نشوف عكس كده. بشكر مره تانية المغرب الشقيق على التنظيم وعلى الاستقبال وعلى المسانده للنادي الاهلي. ان شاء الله تبقى بطوله استثنائيه بتواجدها في المغرب الشقيق. كده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده. اتمنى نكون نالت اعجابكم. نشوفكم في حلقه جديده على خير والى اللقاء.